أم البنين هي واحدة من أربعة أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة. كان حلمها أن تدخل كلية الصيدلة، وبعد الدراسة والتفوق حصلت على معدل 94.71. رغم معاناتها من ضعف السمع والنطق، إلا أنها كانت متفوقة في جميع مراحلها الدراسية. أم البنين قدمت مناشدة إلى الجهات المعنية من أجل أن يتحقق هذا الحلم وحصولها على مقعد دراسي في كلية الصيدلة، وأن لم يتحقق هذا الحلم سيكون المستقبل لديها إلى المجهول. المربد وبرنامج بين الناس تواجد هناك. السلام عليكم استاذ سمير ابو مهند. الله اهلا وسهلا. شلون صحتك؟ مرحبا حياكم الله. اهلا وسهلا. الله يخليك. شلون القرنة؟ والله الحمد لله. الحمد لله زين زين مستقر والحمد لله. الله يسلمك ابو سمير. قلت لي عندك مناشده للجهات المعنيه بخصوص ابنائك، فبدايه نريد نوضح الى متابعين ومشاهدين هذا الحوار انه عندك اربعه من الصم والبكم. نعم. يعني ذوي احتياجات خاصه. نعم. شلون بدت الحاله وياهم؟ هل هي حاله وراثيه ام هي حاله نعتبرها احنا حاله وراثيه بس من الولادة؟ يعني هم أربعتهم من الولادة. فقبل كل شيء نرحب بأجمل ترحيب بإذاعة المربد والسباقة في كل شيء. أم البنين هي كبيرة؟ هي كبيرة عندك؟ لا الوسطانية؟ قبل يعني قبل بزر القعدة. قبل بزر القعدة أي أصغر واحد هو أبو الفضل. أبو الفضل هم أبو الفضل وهم مهند أي كبير مهند ومها. نعم. وام البنين وابو الفضل. نعم. بس خلينا نحكي الى صاحبه المناشده اللي هي ام البنين. نعم. اللي تفوقت من خلال معدل السادس اللي 94.71. نعم. واللي احنا نعتبرها يعني شلون الاول. نعم. حتى الكادر التدريسي اللي هناك والمدير المدرسه يعتبرونها هي الاول لانه على حالتها الحالة السمع عندها ضعف بالسمع والسمع ما ضعف بالسمع العفو ونطق جزئي. فعانت ما عانت قدرت هي يعني شلون تفوقت بشجاعة على الصعوبات وعلى الوضع اللي كان بالمدرسة يعني تعرف بعد طلاب وطالبات وياها وهذا فتفوقت إن شاء الله على هذا وشجاع وكان يشجعها أكثر الكادر التدريسي مالها وجدها كان يشجعها ويدعمها معنويا يعني. هي علمي ولا أدبي؟ هي أحيائي. أحيائي نعم. زين أنتم دوركم كان بالبيت توفروا لها مثلا المناخ المناسب؟ نعم كل بالنسبة للوضع بالبيت الملازم شنو اللي يطلبها شنو اللي تحتاجه مستلزمات الدراسة احنا مدينة على أبسط يعني. وكانت بمدرسة حكومية يعني. وكانت مدرسة حكومية من الأول للسادس ابتدائي. أخوها نفس الشيء بس هي من الأول للسادس ابتدائي مدرسة حكومية لحد ما وصلت للأول متوسط خليناها بمدرسة أهلية. نعم. شوية لل تعرف المدرسة هم قليلين طلاب مو وايد. فتقدر تتعايش والحمد لله تعايشت وقدرت يعني على هذا بالنسبه للنطق مالها والسمع. لغه الاشاره بالبيت مع ام البنين بيناتكم انتم؟ احنا لا تعرف يعني تعرف على حركه الشفه يعني؟ حركه الشفه مالهم. هاي خلاص سلام. البنين شلونك؟ يعني نطقها يكون ثقيل لكن على 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 نطق مالها جزي والسمع مالها ضعيف. زين عمو بالمدرسه يعني انت شلون صديقاتك المدرسات كانوا متعاونين معك؟ لا جدا
حق الابد الان تاها حلمه الجزء الثالث. ايوه حلمها صح كليه الصيدله حلمها. تريد طموحها؟ طموحها حلمها هو كليه الصيدله. كليه الصيدله؟ اي كليه الصيدله. نعم والمعدل ما يقبل حاليا؟ المعدل حاليا 94 71 ما يقبل، يعني هي باقي لها شويه يصير يعني باقي لها 30 تقريبا بالبوينت. صير 95. فالعام اللي كلية الصيدلة قبله 96. فإحنا الناشد السيد المحافظ الأستاذ أسعد العيدان المحترم وهو أهلا لذلك ونعرفه على قدر المسؤولية أن ينظر بحالتها وعلى مثل مخاطبة الجهات وزارة التربية. بالبداية كانت كلش متفوقة يعني بس الظروف مال كورونا الكمامة هي تلبس كمامة المدرسين يلبسون كمامة ف يعني عانت ما عانت لأن ما تعرف الحركة على الشفاء بس نعم واستخدمنا هاي السماعة والحمد لله جابت هاي النتيجة الحمد لله. فاحنا نقول بلكي هاي الدولة تراعي الفروق الفردية الفروق الفردية بين الطلاب يعني هم لهم فروق فردية مثلا اللي نظره ضعيف اللي ما يشوف اللي ما يسمع ويعني هاي احنا الناشد والجهة نعم. المختصة طيب الفرق بينه وبين كلية الصيدلة قلت ليش قد معدل حاليا هسه حاليا يعني درجة تقريبا ونص او اي درجة ونص يعني هي باقي لها 30 بوينت توصل 95 نعم السنة اللي قلت لك اللي فاتت كان 96 قبلت كلية الصيدلة هسه بعد ما طالع القبولات هسه بعد القبولات ما طالع حد احنا نشوف مناشدة او الناشد السيد المحافظ حتى لو بالموازي يعني حتى لو بالموازي مو شرط الا بالكليات الموازية حتى بالموازي هم قابلين بس لا ضلش لانه بدون هذا الطموح ماله تقول اترك الدراسة يعني ما اقدر زين عم ام البنين اذا ما كانت صيدلة انت شو طموحك غير الصيدلة؟ طبعا مقدمين احتراف على الرياضيات والكيمياء يعني الرياضيات هي جايبة 90 والكيمياء 91 فقدمنا احتراف هي هاي السنوات تقريبا العفو بداية السنة إلى نهاية السنة ما جابت كلها 98 97 96 بالنسبة للرياضيات الكيمياء 97 نشوف النتيجة مالتها ونتأمل يعني أعلى بعد الدراسة اللي متأكدين وجبت المعدل 93 بعد وقت من المعدل أول شيء فالدراسة اللي تحت عاملة علمة كلية الصيدلة كلية الصيدلة هذا المعدل يقول ما كلية أنا أريد يعني كلية الصيدلة غير كلية الصيدلة أنا ما أقدر أداوم بعد ما أقدر أداوم يعني يعني لو صيدلة لو تقول اترك الدراسة هي اترك الدراسة اقول يعني انا الطب عام ما وصلت لي ما توصلت لي حلمي ظل الثاني هو زين شنو اللي حبه بالصيدلة مثلا اكو عندكم يعني من اقاربها صيدلاني مثلا طبيب صيدلاني وتحب يعني شلون جاء في بالها خالها طبيب خالها طبيب اي فمن يجي كان يدرسها وهذا احبت مثل ما قلت ارادة طب عام بس ما قدرت معدلها ما اسعفها شوي ترسم والخط مالها كلش حلو يعني خط انجليزي عربي انجليزي يعني من كتبه هسه حتى خالها مو طبيب يقول يعني متعجب على الخط مالها اي والله خطها قوي خطها قوي بالعطله شنو سويتي ام البنين بالعطله شنو يعني وين قاضيتها بالعطله تراجع اي هاي العطله يعني شلون مخلصه يومك بالعطله تراجع لا متى تراجع على اليوتيوب على اليوتيوب جاي تدرس يعني هسه هي جابتها من الاول متوسط اذا خلصت الاول متوسط العطله تدرس للثاني خلصت الثانيه العطله تدرس للثالث فهي هسه جاي تدرس على اليوتيوب للصيدله على الصيدله على الطبي بالرغم من هو عن بعض المعدلات ما طالع
زين خلني اجي لك المطبخ، تطبخ بالمطبخ، تطبخ في الشيكلات اللي هو بالمطبخ يعني تطبخ تقدر علي هذا شنو تطبخين؟ بالبيض ما بيض بيض وشاي بس سوي شاي وبيض. شكرا جزيلا وان شاء الله يوصل خطابك للجهات المعنيه. شكرا عمو. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الله ولكم وعلى جيتكم هاي.